السلام عليكم وأسعد الله مساكم. اهتز سكان مدينة الرمش بولاية الإمسان على وقع حادثة خطيرة راح ضحية أستاذ على يد تلميذه، وهذه التفاصيل الكاملة تابع الفيديو للأخير. عرفت مدرسة التكوين المهني بمدينة الرمش بولاية الإمسان حادثة خطيرة راح ضحية أستاذ مكون، وحسب الأخبار المتداولة فإن الأستاذ دخل في شجار مع التلميذ، ما جعل هذا الأخير يطعنه بواسطة الحد. وقلدت المصادر أن الأستاذ تم نقله على عجل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما حول التلميذ المجرم على تحقيق على أن يقدم للعدالة في الساعة القليلة القادمة.